بجيمنجو فيديو جديد. احنا الابطال اي بي جيمنج الجامدين، مهما تروح فين هتلاقينا موجودين. بصي من شمال طب ليتس جو يمان، انزل حط لايك للفيديو الجميل. يا احنا الابطال اي بي جيمنج الجامدين، يا مهما تروح. وازيكم يا احلى ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل نبدا فيديو النهارده، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده الابطال، جات لي فكره اسطوريه جدا قلت اعملها، ولقيت ناس كتير قوي اجانب ويوتيوبرز كتير قوي عاملينها، ان انا ابطال العب بروك هافن سكويد جيم. او ماي جاد يا جدعان، فكره جامده جدا. وكمان كتبت كده، يعني كتبت سكويد جيم بروك هافن على يعني السيرش بتاع لعبه روبلوكس، ولقيت مابات كتير قوي. فالنهارده ابطال هنحاول نجرب اكتر المابات اللي موجوده. تمام، تعالوا كده ابطال نجرب على اول ماب. بس قبل ما نجرب اي حاجه يا جدعان، انزلوا حالا ابطال حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس لو انتم مش مفعلينه. من الواضح يا ابطال ان الماب دي فيها 144 الف فيزيت، يعني ممكن تكون كويسه. يلا بينا يا ابطال ندخل. زي ما انتم شايفين يا ابطال، ايه ده، احنا رحنا فين؟ فين بروك هافن دي يا جدعان؟ الو يا بزوك، نسيت اقول لكم، لا معايا بزوك. هلا والله. هلا والله، منور ايه بجيمنج حبيبي. يلا يا ابطال، عشان واضح ان ده كلام كبير. لحظه بقى، هو بس هو واضح كده اللي هي ادوبت مي، مش يعني ايه ده، هو ده باركور ده ولا ايه؟ حاسس ده باركور بصراحه. ايه ده ايه ده؟ الو، انا لما دوست عليها ده انا قلبي في جيم. وانا والله. الو، هو ايه كل ما ينقل لي تاني؟ ايه يا جدعان الماب دي؟ انا مش فاهم حاجه. هو لحظه ده نقلني الماب تانيه. ايه ده؟ لا، الواضح كده ان الماب دي متفيروسه وهو بيحاول ينقلنا على مابات تانية مختلفه. ايوه ده حقيقي فعلا. ايه ده لودنج؟ بقول لكم يا ابطال، ايه ده ادوبت مي؟ ايه ده؟ لا بقول لك اطلع بزوكه، اطلع اطلع اجري بزوكه، نشوف ماب تانية. اطلع بسرعه. تعالوا كده يا ابطال نجرب ماب تانية، في ماب كده جنبيها اسمها بروك هافن ار بي سكويد جيم، فممكن دي تكون افضل يا ابطال منها، اتمنى يعني. ويلا بينا يا ابطال، يعني واضح ان في ناس جوه قاعده، فيلا بينا يا ابطال نخش كده مع دي جوين، واما نشوف يا رب خير يعني، ويكون جوه في فعلا سكويد جيم. تمام، انتوا شايفين يا ابطال، المفروض دلوقتي ان انا دخلت وماب اسمها داينو تايكون ادوبت مي. ايه يا جدعان، هو كل المابات ادوبت مي يا جدعان؟ طب انا دلوقتي داخل مش عشان ادوبت مي، داخل عشان بروك هافن. هو ايه اللي بيحصل ده؟ هو ايه ده يا جدعان؟ الو، هو بزوكا؟ بقول لك يا بزوكا ما تجيش، ما تجيش يا بزوكا. الحمد لله انك ما انا بقول كده برضه. لا لا يا جدعان، انا هطلع. ايه ده، بزوكا كان هناك اهو. الو، انا جيت لك اهو، انا مش عارف بجري بسرعه قوي كده ليه. بقول لكم يا جدعان، انا لازم اطلع واشوف ماب هيعيد لك كده، ما ينفعش الكلام ده. واضح كده يا ابطال ان ما فيش يعني سكويد جيم في بروك هافن. طب ما احنا ابطال لعبنا بوبي بلاي تايم في بروك هافن وكانت عظمه على عظمه. اي نعم جربنا مابتين وما لقيناش، يعني ما لقيناش جوه فيهم اي حاجه، ولكن انا حاسس ان الثالثه ثابته يا جدعان زي المره اللي فاتت. يلا بينا برضك. ليه مكتوب ادوبت مي بيتس مي؟ ايه ده، بروك هافن سكويد جيم ادوبت مي بيت سيميليتور اكس؟ طب ده ايه ده يا باشا؟ يعني ايه كل المابات في جي في جي في مابا واحده؟ انا مش فاهم حاجه خالص. بقول لكم يا جدعان من غير اي كتير، يلا بينا ندخل يا رب تطلع هي. المفروض يا ابطال هي دلوقتي بتحمل وحاسس اللي ايه ده يا جدعان؟ يا جدعان دي طلعت هي اللي احنا دخلنا عليها، مع انها مش يعني، يا سبحان الله يا جدعان. يا عم مش هدوس بلاي وهطلع من الماب. بقول لك ايه يا عم، احنا بقى يتنصب علينا كتير الفتره دي. ايه يا عم ده، اقسم بالله بزوكا حرام. ايه يا جدعان ده؟ طب يا جدعان هو هدوس بلاي؟ طب ما هي اللي كنت داخل عليها يا جدعان. ما تكتبوا حاجه صح، الناس اللي في روبلوكس اللي بتصمم مابات، يعني انا داخل عشان بروك هافن، يعني بروك هافن وسكويد جيم، تجيب لي تقول لي ادوبت مي وتدخلني غصب؟ يا عم مش عايز العبها بقى. لقيت يا ابطال ماب كده، المفروض اللي بقى دي يعني اتمنى تكون هي دي صح. تمام، تقريبا يا ابطال الماب معموله من شهرين، كويس قوي، وفيها 50,000 فيزيت بس. بس اقول لكم على حاجه، يعني الحاجات اللي هي مش مشهوره بتكون فعلا معموله بضمير، فيلا بينا عشان ايه ده يا جدعان؟ دي اختك باين ديسلايك، وصراحه انا خايف. بقول لكم ايه، هندخل اما نشوف جوه في ايه. المفروض دلوقتي ايه ده؟ لحظه يا جدعان، انا مت اول ما دخلت ليه؟ اتحولت البطاطس كده ليه؟ هو ايه ده؟ لحظه بس، جيم ستارتنج. ما هو يا جدعان دي مش اللعبه، يا نهار، فين بروك هافن؟ طيب بقول لك يا بزوكا، انت معايا طيب ولا ايه؟ معايا على السكه. انا موجود، بس انا خايف بصراحه اتكلم ولا امشي. لا لا، طب يلا يلا يلا، واضح كده يا ابطال احنا هنكملها لعبه حبار بقى وخلاص. والله ما لحقتش. طب اجري اجري. ايه ده، ما ينفعش. جيم ستار، تيجي نكسب بقى ونوريها احنا مين. يلا يلا. بموت. واحد، ايه ده، بص الحق، بتتكلم بطريقه سلو موشن. ايه ده يا ابن الله، انت بقيت لعيب بقى، انت بقيت لعيب يا بزوكا. بسرعه بسرعه. خد بالك، اول ما بتسكت على طول بتلف كده، فاهم؟ ده حقيقي. ولا
بزوكا. الحق الواد اللي وراك بيمشي وما ماتش كده عادي. لا يا عم اكيد انت كان بيمشي وما ماتش والله. هوب ايه ده العبط ده؟ لحظه ده مشي في جد وما ماتش وكسبت. ايوه بقى اوعى حق الحق. ايه ده في ايه؟ انا عم مسكت ايه ده؟ مسكت السلاح اللي في ايد الحق. ايه ده انا مت تاني ليه يا جدعان؟ ما صدقت كسبت. اه الوقت خلص. ايه ده ابطال يا نهار ابيض الجوين كل ده ابطال يا نهار ابيض. منورين يا جدعان بقالي كتير مش بلعب معاكم. ايه ده احنا مش المفروض نموت دلوقتي يا بزوكا ولا ايه؟ بقول لك ايه يا عم ده انت بقى وانت مش موجود البص الناس كلها غرقتني وقعدوا يزقوا فيا ويقتلوني يا عم انا مش عارف العب. طب بقول لك ايه يلا نكسب 1 2 3 اجري يلا بزوكا احنا دلوقتي في ساحه الحرب يلا اوقف اوقف اجري 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 انا مشيت عكسي. انت بترجع ولا ايه؟ يلا تاخد واحده إيه في دماغي. ايه ده يا جدعان لحظه اللعبه دي شايفه حاجه انا مش فاهم اللي ادني. قول لي ايه ده الواد لا وبطاطسيات اسطوريه. ايه ده ايوه احلى حاجه في السر. ايه ده ايه ده الواد ده اللي بيتنطط ده؟ الو ازاي ده بيمشي كده؟ الحق تيجي نجرب اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ يصل لعبة شربة حاجة بسرعة. الو ازاي؟ ايه هو في ايه ده؟ يا جدعان حرفيا دي لعبة محششة جدا. يلا يلا كمل. ايوه مش هموت مش هموت يا بزوكا. هي دي يا جدعان استراتيجية ازاي تكسب في لعبة الحبار جرين لايت ريد لايت. لازم كده تبقى ارنب فاهم اقعد نط كده فاهم انت كده مش انسان فاهم انت كده مش بتمشي. ايه ده العبط ده بقى ازاي إيه؟ يعني احنا خلاص كده اتحبسنا يعني لو بقينا ارنب ما ينفعش نكسب ايه كده. يا لا بقول لك احنا خلينا نبقى سبيكتيد فوق ولا ايه؟ لا بس ايه ده ايه ده هي في مش عارفه. بص واضح اللي هي هم هم مدربين على الضرب بس فاهم. استنى خلي انا عايز كل الناس تنط زي الارانب. لا لا لحظه يا ابطال بصوا اخلي لكم السيرفر. بصوا عايزكم عايز كله ينط زيي. يلا يا ابطال شوفوا بقى اللي هيحصل دلوقتي 1 2 3 يلا بزوكا لو انت النط يلا يلا بينا يلا بينا يلا هتلاقي كل الناس كل العالم بينط دلوقتي بس. او ماي جاد السيرفر بقى كله ارانب يا جدعان. تحولنا لارانب يا لهوي. ايه ده الحق الحق. بص والله ارجع كده ارجع كده هتلاقيهم كلهم عمالين يتنططوا. ليه ونرجع ليه ما اللعبه ترجعنا؟ والله يا لعبة بتموت ضحك اقسم بالله. يعني ما لقيناش بروك هافن في سكويد جيم لكن لقينا لعبه محششه في سكويد جيم. عايش يا جدعان. طب ما احنا كده بس حلو بس انا كده اوه اخويا بزوكا الارنب. ايوه يا زميلي وانت سابقني ولا انا بيتهيألي؟ قالوا ازاي؟ بس كده مش هدخل كده كده هرجع ورا حسب الله ونعم الوكيل. اه احنا ارانب. يا لهوي يا جدعان زهقت والله. اقول لكم على حاجه بقول لك يا بزوك انا فيديو النهارده لحد هنا. فبس كده يا ابطال يعتبر فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده ايبي جيمنج ابطال الجيمنج والسلام. الفيديو خلص حط لايك اعمل اشتراك. ايوه جدع الفيديو خلص حط لايك اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى اوه اديله.